أهلا بكم في مكتب الاتصال الحكومي التابع للأمانة العامة لمجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل. مهمتنا هي بناء نظام متكامل للاتصال الداخلي والخارجي في الحكومة الاتحادية يواكب التطورات العالمية ويرقى بمستوى جودة الخدمات الحكومية. سنقوم معا بجولة للتعرف على أهم نشاطاتنا. منذ إنشاء مكتب الاتصال الحكومي في عام 2008 ونحن نعمل على التخطيط الاستراتيجي الإعلامي من خلال مجموعة من المبادرات، من أبرزها شبكة الاتصال الحكومي لتعزيز الاتصال الداخلي بين الوزارات والهيئات الاتحادية، والبرنامج التدريبي لتطوير الكفاءات الإعلامية ونظام المتحدث بهدف تنظيم التعامل مع وسائل الإعلام. المستقبل يبدأ الآن، ولذلك نعمل دائماً على تطوير استراتيجية الاتصال الحكومي استناداً إلى أبحاث قمنا بها في مجال الاتصال الحكومي واتجاهات الإعلام المحلي والدولي. كما نعمل على إصدار الأدلة الإرشادية التي تعتبر بمثابة مراجع لأنشطة فرق الاتصال الحكومي ومهامهم، ومنها دليل الاتصال الحكومي ودليل الهوية المرئية للحكومة والتقرير الإعلامي اليومي الذي نرسله إلى كافة الجهات الاتحادية بهدف تعزيز الرصد الإعلامي على مستوى الدولة. تسعى الحكومة باستمرار لتعزيز مكانة الإمارات كوجهة عالمية رائدة للمستقبل المستدام، ونحن نعمل على تقديم هذه الجهود في الإعلام المحلي والدولي والتركيز على أن رؤية الإمارات المستقبلية ترتكز على الاستثمار في شبابنا الذين يسعون بإنجازاتهم إلى خدمة مصالح الدولة ومواجهة تحديات المستقبل بالعلم والمعرفة. معاً لنحلق باسم الإمارات عالياً.